لا كلب حاجة تانية خالص، كلب معبر. يعني تدخلي من البيت كده تلاقي عربية بتخمس في الشقة من الفرحة ان انت وصلتي بالسلامة، حتى لو انت لسه كنت بره ورجعتي تاخدي المفاتيح، يعني مش حوار. الكلب معبر كده ويلاقيك زعلان ينام جنبك وكده، القطة تقول لك هيعرفنا بقى اروح له ولا ما اروحلوش، لا اروح له بقى شكله زعلان خالص، هو اصلا عيل كئيب وهيعرفنا. يو لا ده بيعيط، لا 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 انا هبص للحيطة هنا كده، وهو متعود ان انا عندي حاجات بعملها في الحياة عشان ما اقولش عليه نكسب ما اروح له. ايه مالك مياو بتاع ده بيشاور لي اروح العب معاه، لا فكك مش طالبه طاقه سلبيه خالص. حطيت اكل ولا لا؟ ما حطش اكل يا ماشي عيش وملح وبتاع اما اروح. مياو انا حاسه بيك وبتاع وكده، معلش كلها بقى كويس. لا انا بحتقرها بس بعطف عليها، يعني لو باكلها هاكلها، لكن اقول لها بس يا عمي هطمك انا اللي بدفع ايجار الشقه دي، انا اللي بتفشخ عشان اجيب لك سردين انا ما باكلوش. لا وبعدين تعال هرش لي هنا، اهرش فت قطة كيوت انا وانا بتكلم مع القطة بحس ان البيت متروس اشباح، في حاجات بتحصل في الشقة انا مش عارفها. بس لا هي في موضوع تاني خالص. بعدين فجأة تجري وتشقلب وتنط لوحدها، عملت ملاهي وتخيلت ملاهي وعماله تجري وتنط وتشقلب وبعدين ايه الهيافه بتاعت ان يبقى في كائن حي اعمل له كده بسلك الشاحن